بعد انتظار جاءت إجابة الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا في نواكشوط على طلب من فريق دفاع الرئيس السابق للنظر في قرار سابق من قاضي التحقيق فيما بات يعرف بملف العشرية. شكلا قبلت جزائية المحكمة العليا طعون هيئة الدفاع موكلها ورفضتها أصلا. المحكمة أكدت قرار قاضي التحقيق بوضع الرئيس السابق في السجن إثر إخلاله بمقتضيات المراقبة القضائية المشددة الصادرة في حقه، وقررت رفض طلب دفاعه بإلغاء المراقبة القضائية والإفراج عنه، فيما وصفت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق قرار الغرفة الجزائية بقبول الطعون التي تقدمت بها شكلا ورفضها أصلا بالصدمة الشديدة لها. وقالت الهيئة في بيان إن القرار يمثل استمرارا لعملية الهروب إلى الأمام عبر حجب الملف عن فريق الدفاع ومنعه من الاطلاع على أدلة الاتهام وتغييبه عن الإجراءات. وأضافت هيئة الدفاع في بيانها أن هذا يعد دوسا على القانون وانتهاكا ونكران للعدالة والحريات وضربا لعرض الحائط بكل النصوص القانونية الوطنية والدولية. ووصفت الهيئة موكلها بأنه في حبس انفرادي متعسف، مذكرة بأنه تقدم بطلب إلى قطب التحقيق يهدف إلى وقف حبسه التعسفي، غير أن قطب التحقيق رفض هذا الطلب مستجيبا لطلبات النيابة العامة التي لم تقدم أي مبرر قانوني أو سند واقعي يركن إليه. وكانت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد عبد العزيز قد تقدمت بطعون ضد أوامر صادرة عن قاضي التحقيق في حق الرئيس السابق، وهي منعهم كدفاع من الحصول على ملفه وأمر المراقبة القضائية وأمر بالحجز والمنع من السفر المؤقت إلى بن الشاب.